مساء الخير يا بجور خير، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتم في احسن الاحوال كما العاده. الوغ اليوم غادي نبارطاجي معكم، نهضروا شويه على لي ديفي. خليوا لي هنايا في لي كومونتير نتوما اللي راكم واصلين في التحديات نتاعكم، حكيوا لي شويه على التحديات اللي نتوما دايرينهم هكذايا باه نفيدوا كامل المتتبعات وتفيدوني انا ثانيك. اليوم غادي نبارطاجي معكم التحدي اللي انا نحبو بزاف، اللي هو التحدي 5 اورو. كيما على بالكم ما عنديش غير هذا التحدي، عندي ثاني لا تيغليغ، ولكن اليوم غادي نهضروا شويه على التحدي نتاع 5 اورو. صدقوني هذا لو ديفي دو 5 اورو مليح بزاف، علاه يعجبني؟ لانه يطلع دان سوركو، راكم فاهمين. اون بلوس انا ما دايرهش فيه واحد لاسون باغ اكزومبل، ما دايرهش مثلا خاصني نوصل ل 1000 ولا خاصني نوصل ل 500، نو. هو تحدي مفتوح، تخليوه مفتوح لمده سنه، وكل ما طيح في يدكم واحد البي نتاع 5 اللي تشوفوا روحكم تقدروا تخليوه اكوتي فتزيدوه. وماشي غير هذاك البي 5 اللي تشوفوا روحكم انكم تخليوه، بالعكس انكم تحاولوا كل ما طيح في يدكم 5 اورو تخليوها اكوتي، لانه بصراحه مرات كثيره طيح في يدكم واحد البي نتاع 5، ولكن كي تحطوه هنايا ما تروحوش تشريوا حاجه اخرى. باغ كونطخ لو كان تخليوه في يدكم ممكن جدا انكم تشريوا حاجه، يعني ماشي حاجه ضروريه، راكم فاهمين. فمن الاحسن انكم تخليوه هنايا وهكذايا في نهايه السنه كل واحد فيكم يشوف روحو واش يدير به. الوغ يمكن تقدروا ديروه باش تشريوا قطعه ذهبيه مثلا، تقدروا ديريوه مثلا باش تروحوا لي فاكونس. وصدقوني هاد الفكره نتاع لي فاكونس فكره مليحه بزاف، خصوصا مثلا الناس كاين بزاف اللي يروحوا مره في العامين، فتقدروا نتوما الناس اللي تروحوا مره في العامين لبلاد مثلا ديروا هاد التحدي لمده سنتين. ف فرانشمون غادي توصلوا لون سوم لاباس بها، في نفس الوقت بطبيعه الحال لي فاكونس الواحد يفكر لهم من قبل، فمن قبل تكونوا ديرتوا واحد لونفلوب نتاع فاكونس كل شهر ديروا فيها اون سوم اللي تقدروا عليها وتزيدوا معها هاد التحدي، فصدقوني غادي توصلوا لواحد لا سوم اللي مليحه. ولا مثلا ديروه للدخول المدرسي، او ديروه لرمضان، او ديروه نتوما احرار في الحاجه اللي تحبوا ديروه فيها. فكما العاده كما ولفتكم دائما نحسبوا لو ديفي 5، ولكن هذا النهار ما غاديش نحسبوا لو ديفي 5، غادي نخليها لكم سوربريز، غادي نخليوها حتى لنهايه السنه هكذا باش حتى انا ما نقعدش نحسب فيهم حتى لنهايه السنه ان شاء الله، وغادي نحسبوهم مع بعض. فديجا غير تشوفوا لي بي 5 ما شاء الله راه كاينه اون سوم كبيره ما شاء الله. فالحمد لله، اللهم بارك، اللهم زيد. خواتاتي بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي يحبس هنا، نقول لكم شكرا لتتبعكم، شكرا للدعم اللي راكم تمدوه لي. ما تنساوش ابوني راكم على ما درتوش ابوني، وبطبيعه الحال ما تنساوليش اللايك وكومونتير شباب كيفكم. نمد لكم موعد للفيديو القادم ان شاء الله، نقول لكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.